انا جبت مدير العياده معايا جوه الجي ام عندي علشان انا صاحبه الكروس هو الجي ام استاذ احمد هو مدير العام بتاع المكان عشان برضه الموضوع مساله انا مش عارفه اتكلم فيها. فين الدكتور اللي انت هو صح في مكانك مش موجود؟ لا مش موجود. دكتور هيثم؟ دكتور هيثم مش موجود. طيب هو دكتور هيثم مش موجود وحضرتك احنا انت عارفه ان احنا سنتر كبير وعندنا كذا دكتور فدلوقتي مع دكتوره شفنا شويه حاجات فالموضوع طبعا يعني شويه شخصيه عامه وده ممكن يسبب لحضرتك شويه مشاكل. فيعني يا ريت لو نقدر ان احنا يعني نعمل حل ودي بحيث ان الموضوع يطلع من وين سيتويشن لان احنا برضه يعني احنا سمعت مكان وحضرتك يعني شخصيه مهمه. لا هو كمان سمعته انا. ما يا فندم عشان كده هي جيت يعني هي لما الدكتوره الاول قالت لي انا دخلت شفت الموضوع. لا اصلا ما بعرفش جوزي يعني ما شفتش. لا يا فندم ازاي كلنا عارفين هو اصلا بيتعامل مع فنانين كتير. تمام. بيتعرض لمواقف زي دي كتير. تمام. بس هو دايركت جدا. ف طيب يعني هو بص حضرتك يعني هو بايده هو اللي يرد كده يعني حضرتك احنا شفنا ده عشان كده يعني احنا الفكره انا جاي اتكلم مع حضرتك بصفه وديه لان ممكن اقول لحضرتك طيب احنا اللي يديني دي هو مطعم تركي قوي. لا انا طيب بس اتفضلي الموضوع ده انا الدكتوره برضو كانت بتقول لي ان حضرتك هتكلم ناس وفي مش عارف ناس هتيجي فده برضو ممكن يأذينا بشكل او باخر وفي الاخر يا فندم في حاجات متصوره ومتسجله فيعني خلينا نخرج وين وين سيتويشن. حضرتك النهارده لو اتصلت بحد وحد جه يعني هنضطر ان احنا نطلع الكلام ده يبقى طبعا. فاستاذن حضرتك المكان هنا مكان محترم ما ينفعش حد يجي يعمل لي مشكله في الهونش بتاعي. ده باد اتيتيود صراحه. انا راجل بشتغل في الريجن. لما ابتدي هنا في مصر ويحصل معايا كده حضرتك اللي حطيتنا في الموقف ده فانا اسف. حضرتك اتصرف دلوقتي تلغي اي حاجه هتعملها. انا بكلم يعني مذيع مشهور بكلينك لسه ليها لانش وموجوده في بيروت وطبعا حاجات الصحافه وهتبقى مشاكل وانا سمعتي هتبوظ وحضرتك سمعتك هتبوظ وهيكون الموضوع خارج عن ارادتنا كلنا في الحقيقه يعني. انا مش قادره استوعب يعني هو يوم غريب النهارده يعني بصراحه. هو حضرتك ده لا مش بالدرجه ما عشان طب انا ينفع اخد اقعد مع مين خلص المشكله دي؟ يا نور قاعده مع رنا لو حضرتك عايزه انا ليا دور في القعده دي يعني حضرتك ده جوز حضرتك؟ لا بس هو يحل المشكله بتاعته هو اللي عملها عشان ايوه بس وجودك يعني معانا مهم اكيد. لا بالعكس عشان نتكلم براحتك. طيب يا فندم احنا وصلنا ليه؟ خلاص كده. طيب يعني هبعت له مسج واحنا جاهزين يا فندم. حضرتك تلغي انا تحت امرك. او لما ما بردش عليك حضرتك ممكن يعني استاذنك استاذن حضرتك يا استاذ زياد استاذنك فيما بعد يعني لما يكون في كلينك في مستقبل ناس كان ممكن ثانية حضرتك عندك دلوقتي تو اوبشن يا اما حضرتك تعمل تليفون تكتب فيه ده يعني بصراحة بصراحة شفوبة ما في مدام قدك هالقد عقل ثقة عمياء ثقة عمياء ثقة عمياء المديتيشن حياتي المديتيشن حياتي